بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعدها. الحديث الرابع حديث كافرات. كتاب كان يقصه جري 40 حديثا كل حديث فيه خصلتين للشيخ صالح السدلان السدلان عليه رحمة حفظه الله ونولي شيخه. الغبضة المحمودة كما شضى لما هديي الغبطة وكما شو كما شذا لما هديي عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود وحال قوريي رضي الله عنه قال وحول عبد الله بن مسعود سمعته وحال مغلي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يسقوله لا حسد كما شمجرت إلا في ثنتين لبن موين رجل ننو آتاه الله ألا وسيه مالا حوله وفسلته قصر لذي على هلكته تكسين تيسا في الحق حق قصة الذي حق إنه كتكسيه كبحيه يو رجل نين آتاه الله ولا وسيي حكمة حكمة فهو يسقى يقضي وحكمية بها مدس ويعلمها دت كان وبريا شيخين كيا وري حديث كان حديث كان عبد الله بن مسعود ورينا يا عبد الله بن مسعود وصحابي كم إذا صحابتي صحابتي أجلدها هاي وحنا كم ذي الرقم مكثرين تحديث كه وأنا ضدك السابقين تا وقتي هو رسول إسلامي النبي عليه الصلاة والسلام لسه هجروا ذي أصحاب السير كوا حي شيئا مركو سو هجرون يسقون أويني رقي وحوها سو هجروا ذي أيها أولي من عبسان أيها أو وقت أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام يقول كجلين أصحابته إذا يريد ما يشكو هذي يدو ما شو صباح إذا واحد عمر كاهين أيوه هنن كان عبد الله بن مسعود رجع النبي أخذ من جري أيونا كم ذاها علم أنا ويا قاني أو حولها مدرسه رجع يكسو أفلحين تابعين ترجع جلاء أيها كسو أفلحي أو نك على قبل نقعيه لمن كان سيئا كسواف لحي مدرسة أيون لها وحورا دنتي وقتي خلافة عثمان بن عفان أيون دنتي رضي الله عنه وارضاه عبد الله بن مسعود نكاسوها وحور النبي كان مغلي عليه الصلاة والسلام يسقوا له لا حسد إلا في ثنتين حسد مجره لبعر الموين يعني حسد كله حسد سيكالك مدعي كره لابد يوم مركنا يوفى فاهينا يا حسد كان محيي هي مرك حسد كمرك الله فسر أيوه كمش على لغو فسرة إيه حسد لغو ما فسره حسد كأصل كيسة وحوى يا مرك الله لو حينا تعريفنا أيوه تمني زوال النعمة إنه وقفك وتمني أيوه هبل إنه إله النعمة ده كم من يستوي ضعفيه حوله سينه ضعفيه خيرك يوم حسوت تجنه ضعفيه شقذا إنه وايه ها وحن قفك النعمة ربي سبحانه وتعالى وقل نعمي إنه إلهي دافين وتمني تمني زوال النعمة عن المنعم عليه متكل لون نعمي نعمة ربي سبحانه وتعالى إنه دافي قفك إنه تمني حسد كواكا مراد كحديث كنا لوجد جيدنا متكا ما بل حسد كاسوح كم ذي هاي كبايرتو كم ذي هاي ذنبي هذا كوا دواوين أيو كم ذي هاي علماء قار كتريين نصوص كسو عرورتي دارتي دن بيكي كبادة دونك كدعا حسد بوها صماحين نيكي لليه جري نبي آدم ربي سبحانه وتعالى مركو أبو ري وحا حسدي إبليس كبرنا والا ديه كرا لكن أصل كوحو هاون إرق أويري خلقتني من نار وخلقته من طين خلقته من دين وخلقتني من نار استغنى وحد كأبورتي ضوابط كأبورتي أنا جانا وحد كأبورتي النار أنا جانا النار مرك هالكاسي أنا جا كسر رأي معنى هذا هالكائن تهي وحست يه أبهن آدم هالكاسوين حسد كمرك أصالة وحاران كان لكن حديثك كهر لي غبط على ضها غبطنا وكما شذا أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه إن وقفك تمنيه إن وقفك وحو هيستوك لا أوهله يستغن اللهين إلهي يستغن هدافيه
إبل حوله هايستا حوله هسيف يعم متصرف كود وهجاجية السجن مركه وتمنيه إلى هاي حوله إساس وكلاينه السيو أنا جانا مركه تصرف كأنه هجاجيو وميل ونكسن أنكو بحيو غبطة حديثك وكهرليه وامداس لبضع سمرك محي وحلا إسكو كم توال لبو لبضع سمحي رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ننو إلهي سيي حولو كسل لدي مركاسي حوله هلاكو ذي بحين توضا حقكو بحيني حقكو بحيني حق أيوكو بحيني مركاسو حولي ليتني أنا غانا تاسوك عليه ما إيه أهاتو سي سيدا أصمين أيو أنو سمييو سي أنو سمييو وعمل كان في عني وغانيو إيه ربي سبحانه وتعالى أقول دوانيو أنا غانا نقول دوادو كلنا وحوي وقف إلهي حكمة بري حكمة دانا دادك برية كونك لا حكومية قرت انتو صافر يستو قرت قيني لبدا النعمة مركات في رسوة لبدا النعمة ومتعدية وقفك انتي دافان دادك كلاو طلابي مدن وصدقة اي حولها وقفك انتو حولها له حوله انو صدقة يستو وفي عنت بل وحي كم انتهي وحيابها قفك النار كإلى لنية جنة جلينية نبي عليه الصلاة والسلام أصحاب سنين كم ذاها صدقنا النبي هو أهل ليجر عثمان بن عفان والنبي والله بجر وحيري وريا جنة جتا أبو هريرة حديثك ورينا يا وحيري اشترى عثمان الجنة مرتين عثمان وحوق جتاي جنة ذا الله بجر مر نبي عليه الصلاة والسلام وحوري بئر المعونة عيل الذي جريك ويا للمدينة وليا عيل كان تو وقفه أو بحيه انتو صاق جذا تدك أو وقفة جننا هلا عثمان باتي سميي مدى كلام النبي صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فله الجنة قفكي ديارية جيش العسرة جنة أيولاهي عثمان باتي سميي مركز عثمان نبي عليه الصلاة والسلام أري بيقول مركز ما ضره عثمان ما بعد اليوم ما أنت وحي كذا بيا يعني عثمان وحوا ما دبيم وحمد بيا آه رب سبحانه وتعالى رب سبحانه وتعالى وحكس طوق السمين أي ومال كيس مركز وكجن عسنا أي وحوا قد جي أي إنه أفضل ذيه ورب سبحانه وتعالى وكفى إذا حوله مركز صدق هذا وحيابها قفه وكبت بعده النار وكجبت بعده وي نبي وكيلها اتقوا النار ولو بشق تمرة والنار تسجى إلى عليا إلهه هبر نقطة هذي ربته تمر شيء هذا حديثنا لقى مركز وروحوها مالك يوم القيامة قفك رب يجيبه هر استاجي استقال لا ترجمينين مركز وروح لكن كيس ميدك بوفيرين عمل كيس واركي لكن كيس بيدح بوفيرين عمل كيس واركي هر مركو فيرينا نار تبو أركيا مركز النبي وحوري فاتقوا النار ولو بشق تمرة والنار تسجى إلى عليا إله تمر جي حيد بحر نقطه قفك مركز صدقة وحيابه كبت باده أي كمته ربي سبحانه وتعالى أضو ماذا مركو لها لينا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون وحال يردك المؤمنين تهايو يعني حولها اللبحة أو وحصد قيستا انت اين ما مالك يوم القيامة لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة صدح ذا مني مجرت لعقد سكفر مجرت مالك واذيك بقى قوانا وحبو وذنين خلية صاحبتي نمان مجرته شفاعة لغو شفاعة قادة لغو إرقينا مجرت يدنا ورك قفك انت ادونك وجوغو انو صدقه الله سيبحو وقت النبي عليه الصلاه والسلام اصحاب الصفات يا اوتم احنا رسول الله يعني نمنكي اهل اجورك اها يا وحي نمنكي يا خولها لها ذهب اهل الدثور بالاجور ددكي خولها وصاحبك اها يا وحي لا تغين اجركي بي قاتين وحو النبي سيكو دعدي وحي دهين انتن سمينا وي سميان
xoolahoodana sadaqay ka baxsadaan oo fuduul amwaalihim bay sadaqaystaan. Nabigu markii wuxuu soo baray adkaartan la akhristo salaadaha kadib wuxuu yidhi rabbi subixuna allaha 33 subxaana allahi baa dhahaysaan 33 alxamdulilahi baa 33 dhahaysaan allahu akbar baa 33 dhahaysaan midda boqolaadna waxay ku dhammaystiraysaan laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah taas ayaad ku dhammaystiraysaan buuri. Markaas yaa mar labaad bay ku soo noqdeen. Wuxuu yidhi markaas markuu u sheegay dadkii idin kaga horreeyey waad kula gaadhaysaan buuri, kuwa idinka dambeeya idinla soo gaari maayaan. Markaas yay u imaan waxay rasuulka ilaahay mar labaad intay soo noqdeen way maqaleen oo intii aan nidhi bay leeyihiin iyaguna. Markaasuu dalika fadlullaahi yu'tiihi man yashaa, ka waa fadligii rabbi subxaanahu wa tacaala qofku rabaa inuu ku manaysanaya. Sadaqadu marka manzilada iyo booska ayay leedahay. Qofku marka wanaag markuu ku bixinayo rabbi subxaanahu wa tacaala, wama tuqadimu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allahi wa khayra waacdam tajiduuhu cinda allah, waxaad hormarsanaysaan rabbi subxaanahu wa tacaala agtiisaad ka helaysaan, rabbi agtiisa ayaad ka helaysaan. qofku rabbi agtiisu ka heli iyadii oo welibana la labanlaabay sida aayadka kale lagu sheegay iyo axaadiitha qaar. waxaana mid tusaalaba ugu filan nabigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, qofkii guri rabbi subxaanahu wa tacaala adduunka ka dhisa oo masaajid dhisa, bana allahu lahu baytan fi ljanna, rabbi subxaanahu wa tacaala ayaa isagana jannada oga dhisaya, guri oga dhisaya. koowaad marka inta aan ku ekayna, midka labaad ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ينن رب سبحانه وتعالى أوسي حكمة حكمة دا مركة دادك كوكلا حكومي حكمة داسي دادك كوكلا حكومي دادك نوابري دادك نوابري حكمة دا رب سبحانه وتعالى دو مدي سواء قيبية دادنا واكويا ريا دادنا رب سبحانه وتعالى قياس في عمبو كسية. qofka marka la siiyo xikmadda inuu isaguna dadka ka hakranin ee ayagana markaasi uu baro, hawshana uu la qaybsado markay timaado uu dhaho sidan iyo sidan bay ku fiican tahay, midaas ayaa iyadana laga hadlayaa. iyada lafteeda manzilo fiican bay leedahay. nabiga calayhi salaatu wasalaam qul yaa shuyuukhul qabaa'ilka markay u imaadaan waasiyadiiyo ma cazili jiri, nabigu hal nin baa la sheegay inuu cazilay oo qolihiisa ay ka soo sheegteen. nabigu qofka saas oo kale ah waa la tacaamuli jiray, inuu manzilo sare joogana uu la tacaamuli jiray. abu sufyaan maalinkii uu ka hor imaaday fatax maka loo sii socday, nabigu waa kii yidhi man dakhala daar abi sufyaan fa huwa aamin, qofkii gala guriga abu sufyaan waa aamin. abu sufyaan wuxuu ahaa qolihii quraysha markaa joogay odaygooda ayuu ahaa, odaygooda ayuu ahaa. marka nabiga calayhi salaatu wasalaam dadka markaad uu xikamka waa ixtiraami jiray, waa ixtiraami jiray. laa xasada can ibni mascuudin waxaa laga wariyay radiallahu canhu, allah ka raadi noqday, qaala wuxuu yihi samictu waxaan maqlay annabiya nabigaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu isagoo leh laa xasada xasad ma jiro ilaa fitnatayni laba mooyeen, rajulun iyo rajulin labadaba way saxaysa, laakiin rajulu baan marayna, rajulu nin oo ataahu llah walla uu siiyey maalan xoolo oo fasallatahu ku salliday calaa halakatii halaagiisa filxaqi xaqa uu ku halaago, ama rajulu nin oo ataahu llah walla uu siiyey maalan xoolo fasallatahu ku salliday calaa halakatii bixintooda filxaqi xaqa, iyo wa rajulin nin aataahu llahu alla uu siiyey xikmatan xikmad fahuwa isaga yaqdii waa xukumayaa bihaa iyada, wayucallimuhaa dadkana waa baraya. waxyaabaha laga qaadanaya waxaa ka mid a xasadka iyo caydiisa oo meesha laga yacni laga fahmayo, iyo rabbi subxaanahu wa tacaala qofka sadaqada la baxaya kamashadan la kamanayo, naska nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku sheegayo manzilada ay joogto sarraynteeda iyo xikmada, taas ayaa laga qaadanayaa meeshan xadiidka bilowgana laa xasada ilaa fitnatayn rajulin, taasoo markii dambe sheegnay يا إن شاء الله هبون. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.